سينيرون ازيكو، بنكمل مع بعض لسه في النون مندليان كاركترز او الجيناتيك باترنز اللي مش بتتوافق مع مندلز لوس. افكركم اخذنا لاك اوف دومينانس، دي جيناتيك باترن او طريقه لتوارث الصفات شفناها في الانتي راينم بلانت وشفناها في البلود جروبس، وكمان اتعرفنا على الريسس فاكتور وحلينا كويشنز على اللاك اوف دومينانس والبارتس دي كلها. عايزه اقول لكم ان الفيديوز اللي خاصه باللاك اوف دومينانس او اي ليسون خاص بيوناتال جيناتيك هنلاقيه مترتب في البلاي ليست بتاعه القناه. النهارده هنتكلم عن جيناتيك باترن جديده الكومبلمنتري جينز، بنشوفها في بلانت اسمه سويت بي بلانت، هنشوفه دلوقتي وهنعمل اكسبيرمنت عليه وهندرس الكومبلمنتري جينز دي ونعرف ازاي هي مش بتتوافق مع مندلز لوس. كمان هنحل اسئله اخترتها من المعاصر فيها افكار ممكن تكون صعبه او جديده على بعضنا. كل ده هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده. يلا نبتدي. سينيور 1، ياريت ما نتلخبطش وناخد بالنا كويس من حاجة. البلانت ده اسمه السويت بي بلانت، بالعربي بنقول عليه بسلة الزهور. هندرس فيه دلوقتي الكومبلمنتري جينز، جيناتيك باترن اللي مش بتتوافق مع مندل، نون مندليان كاركتر. البلانت ده اسمه البي بلانت، البسلة الخضراء اللي مندل عمل الاكسبيرمنت بتاعته عليها اللي شفنا فيها الكمبليت اوف دومينانس. البي بلانت ريليتد تو مندل. هنتعرف هنا على السويت بي بلانت، بسلة الزهور اللي زي ما اتفقنا هنشوف فيها جيناتيك باترن which is called complementary genes. بنشوف هنا البينك كالر، البينك كالر ده الدوميننت، دي الدوميننت كاركتر يعني الصفة المشهورة في السويت بي بلانت. وبنشوف الوايت كالر كمان ودي الصفة الريسيسيف، ريسيسيف وايت is the recessive character in sweet pea plant، الصفة اللي مش مشهورة أو اللي مش بنشوفها كتير، بينك دوميننت والوايت ريسيسيف. هنلاحظ هنا حاجة، علشان يظهر الوايت كالر او الكالر عموما الفلاور كالر في السويت بي بلانت is controlled by two pairs of genes. Two pairs of genes او four genes are responsible for appearing color or a flower color in sweet pea plant. وهنا بنتعارض مع مندل، مندل قال ان one pair control the trait او التريت is controlled by one pair of genes، جين من الام وجين من الاب. هنا بنشوف ان التريت الصفة وهي الفلاور color is controlled by two pairs او four genes. طيب تعالوا نشوف ازاي الفينوتايب او الالوان are produced، color are produced ازاي. بنشوف هنا البلانت هنا الجينوتايب ده A capital A small B capital B small. اللي هيحصل ان each pair containing one dominant gene، شايف هنا في البير ده dominant gene والsecond pair dominant gene. اللي هيحصل ان two genes interact together، هيتفاعلوا مع بعض producing certain enzyme معين، enzyme which is responsible for appearing a dominant trait أو الصفة الدوميننت. الصفة الدوميننت وهي ال pink color في ال sweet pea plant. يبقى إزاي ال dominant trait is produced؟ ال dominant trait is produced by the reaction at least على الأقل dominant gene from each pair. جين من هنا وجين من البير التاني interact together يتفاعلوا مع بعض هيتكون انزيم، الانزيم ده هو اللي هيكون البينك كالر او الدوميننت جين، ومن هنا بنسميها complementary genes. الجين complete action of each other، كل جين بيكمل او بيتمم عمل الجين التاني، بيتفاعلوا مع بعض
فكل كل جين dominant جين من each pair بيتفاعلوا مع بعض ويكونوا ال dominant character. علشان كده بنسمي الجينيتك باترن دي كومبلمنتري جينز. تعالوا نشوف الجينوتايب التاني ده A capital A small P capital P capital. بتشوف ان اتش بير دوميننت جين، شايف هنا دوميننت جين وشايف هنا كمان دوميننت جين. تو جينز انتراكت توجذر هيتكون الانزيم produced which is responsible for the dominant او البينك كولر، وبالتالي البينك كولر is produced. يعني الجينوتايب ده هيكون للبلانت with pink color. طيب الجينوتايب ده انت شايف dominant جين هنا و dominant جين هنا، وبالتالي الجينوتايب ده هيكون for pink flower. طيب نفس الكلام هنا، بتشوف dominant جين two dominant جين كمان وهنا dominant جين، وبالتالي الجينوتايب ده هيكون to a plant with pink color. يعني هنا البينك produced كمان. بنشوف هنا هنا بقى في البير ده هتلاحظ عندك هنا في بير free from dominant gene. البير ده لاحظ معايا، البير ده هنا مفيش dominant gene، وبالتالي الجين الدوميننت في البير ده مش هيلاقي جين دوميننت تاني رياكت معاه يتفاعل معاه، وبالتالي الانزيم مش هيتكون والبينك كولر will not produced. فالجينوتايب ده هيكون للبلانت with white color. نفس الكلام هنا، عندك pair free from dominant gene، وبالتالي الجينوتايب ده هيكون for plant with white color. نفس الكلام هنا، الجينوتايب ده هيكون او البلانت اللي الجينوتايب بتاعه ده هيكون وايت. نفس الكلام هنا، البلانت هيكون وايت او الفلاور كولر وايت. يبقى اتفقنا علشان تظهر البينك كولر لازم البلانت او ات ليست دوميننت جين فروم اتش بير. هنعمل هنا experiment علشان نوضح ال complementary genes في ال sweet pea plant. يعني هنعمل crossing between two white flowered of pea plant. هنا a member a white flower meeting مع member تاني فرد تاني white flower. طيب ال white flower هنا هنلاقي ليه قلنا white؟ لأنك هتشوف هنا pair free from dominant genes، والmember التاني الفرد التاني white، هتلاحظ هنا أن عندك pair from dominant genes free from dominant genes، وبالتالي الmember ده الفرد ده with white الصفة recessive والmember التاني white. إزاي هنطلع الgametes؟ اتفقنا أن الgametes containing half number of genes which are found in parents، وبالتالي انا هاخد من البير ده جين ومن البير التاني جين تاني. يعني الجامست هتكون A capital P small، خدت من البير ده 1 جين ومن البير التاني 1 جين. نفس الكلام هعمل في الممبر التاني. اوكي بعمل بقى crossing للجامست مع بعض، وبالتالي A capital A small B capital B small الجينوتايب ده produced. زي ما انت شايف عندك one dominant gene in each pair، يعني جين الدوميننت ده react with الدوميننت جين في البير التاني producing certain enzyme اللي قلنا عليه which is responsible for pink color formation، وتكونت لون البينك. يعني ال first generation هيكون 100% 100% pink flowered plant. لاحظ هنا حاجة ان ال pink flowered ال dominant produced من two recessive characters، يعني white crossing مع white member تاني white producing ال dominant character ال pink، ودي حاجة غريبة بنتعارض فيها مع مندل. المهم ال first generation 100% pink flowered.
هناخد هنا two members فردين من ال first generation اللي قلنا عليهم ال pink with genotype A capital A small P capital P small زي ما احنا شايفين. هنشوف ازاي بنطلع الجامت من البينك او من الممبر دوت ونعمل كروسنج. يعني الجينوتايب A capital A small P capital B small ده produces four different gametes. ازاي بناخد جين ال A capital مع ال P capital produces A capital B capital، ده اول احتمال عندي للجامت. هاخد جين ال A capital مع ال P small produces A capital P small، ده الجامت التاني. هاخد جين ال A small مع ال P capital، A small مع جين ال P capital، ال pair التاني produces A small P capital. آخر احتمال للجامت P small مع A small مع ال P small produces A small P small. يعني الجينوتايب ده produces four different gametes اللي قدامنا دول اللي قايلين عليهم. الممبر تاني نفس الجينوتايب A capital A small P capital P small وبالتالي produces the same gametes، هيطلع لنا نفس الجامت اللي produced من apparent الأول. هنعمل crossing للجامتس دي to produce the second generation. ازاي بنعمل crossing للجامتس عشان نطلع the second generation؟ هناخد مثلا أول جامتس مع من الأول parent مع the second gametes of second parent أو the parent التاني. الجامتس دي هناخدها مرة مع ال 4 نعملها crossing مع ال 4 gametes للبيرنت التاني. يعني A capital B capital crossing مع A capital B capital produces A capital A capital B capital B capital والممبر ده pink. هجرب الجامتس دي مع الجامت التانية A capital B capital A capital B small produces الممبر ده A capital B capital الجامت دي اللي بنشتغل عليها مع الجامت التالتة للبيرنت التاني، يبقى A capital A small P capital P capital pink. نفس الجامت دي مع آخر جامت للبيرنت التاني produces A capital A small P capital P small ده pink طبعا زي ما احنا شايفين. هعمل نفس الكلام، هعمل crossing الجامت التانية مع الفور جامت للبيرنت التاني والجامت التالتة مع الفور جامت للبيرنت التاني، نفس الكلام crossing producing زي ما احنا شايفين الفور جامت دول، آخر جامت لأول parent مع الفور جامت للبيرنت التاني. يعني الفور crossing للفور جامت 4 cross 4 producing 16 members. يعني هنلاحظ ان لو عدينا من ال 16 الاوفسبرينج اللي قلنا انهم 16 هنلاقي 9 pink flowers، هنشوف 9 منهم with pink flowers. ازاي قلنا البينك زي ما احنا شايفين بنلاقي ان H pair dominant gene at least على الاقل من H pair من كل pair في dominant gene genes react together هيتفاعلوا مع بعض producing the pink color زي ما اتفقنا. اوكي يعني لو بصيت في كل الوان البينك دي هتلاقي dominant gene in each pair وعدد البينك flowers هنلاقيهم 9 والwhite flower هنلاقيهم 7. يعني البينك to white 9 to 7 او dominant to recessive 9 to recessive، دي الratio بتاعت او complementary genes. Senior 1 تعالوا نعمل ستريس على بوينت مهمة جدا، وهي ال dominant trait في ال sweet pea plant وهي ال pink produced from crossing two recessive characters. Two recessive characters هما ال white، يعني white crossing مع ال white producing ال pink الصفة ال dominant. تعالوا نروح لمندل أو نشوف في ال pea plant البسلة الخضراء ال purple color of flower produced منين؟ ال purple ال dominant produced from mating recessive ال white مع ال purple ال dominant، يعني الصفة هنا
في البي بلانت او الدوميننت كاركتر بروديوست من كروسينج ريسيسيف الوايت مع البيربل الدوميننت. لكن هنا الدوميننت بروديوسينج من ميتينج تو ريسيسيف، هنا الدوميننت مندل او البي بلانت بروديوسينج من كروسينج ريسيسيف الوايت مع البيربل الدوميننت. بوينت كمان مهمة لازم نعمل ستريس عليها، لاحظت هنا ان السكند جينيريشن في حالة الكومبلمنتري جينز واحنا بندرس وان بير اوف الليلومورفيك كاركتر، وان بير اوف الليلومورفيك كاركتر انت بتدرس تو تريتس، درسنا الوايت الريسيسيف والبينك الدوميننت، كده بنقول one pair of allelomorphic character. الريشيو بتاعت السكند جينيريشن كانت 9 to 7، 9 للبينك الدوميننت و7 للريسيسيف الوايت. اوكي ده في حالة الكومبلمنتري جينز. طب نتعرض في ايه مع مندل؟ لو رحنا لمندلز سكند لو لما عملنا اكسبيرمنت واحنا بندرس two pairs of allelomorphic character، هتلاحظ ان الراتيو بتاعت الـ second generation الـ dominant recessive كانت 9-3-3-2-1. ممكن نفهمها كويس لو رحنا للليسون بتاع مندلز لو، هنلاقيه في البلاي ليست بتاعت القناة، هنفهم كويس مندلز second لو وهنفهم كمان الالليلومورفيك كاركتر دي اللي قلت عليها. هنا هنشوف أفكار للأسئلة ونتعلم إزاي بنحل على الكومبلمنتري جينز. تعالوا نقرأ. What are the genotype and phenotype of flower's color character in pea flower? Pea flower, a sweet pea plant. أول ما هيقول السويت بي بلانت طبعا بسلة الزور هيجي في بالي الكومبلمنتري جينز، هيجي في بالي التريت اللي بيحكمها two pairs of genes that resulting from each of the following. والداني الجينوتايب بتاع ال two parents او ال two members genotypes الجينز. هكتب هنا الجينوتايب بتاع اول parent والجينوتايب بتاع ال second parent، وهنشوف ازاي بنعمل crossing وبنحل on genetic basis علشان نطلع الفينوتايب والجينوتايب. اول parent A capital A small P small P small. ازاي انا هطلع الجامتس من الممبر ده؟ اتفقنا ان الجامتس containing have number of genes. البير ده المفروض اني هاخد منه one gene لان ال two genes are similar p small p small. هاخد crossing مرة p small مع ال a small ده producing a small p small دي جامت، ومرة ال p small مع ال a capital producing a capital p small. اوكي يعني الجينوتايب ده او البيرنت ده producing two types of gametes. عرفنا بنطلعهم ازاي. بنفس الطريقة هعمل او هتعامل مع البيرنت التاني، هنا البير ده two similar genes فانا هاخد جين واحد a small وهعمل crossing مرة مع a capital producing a small b capital ده gamete، ومرة a small مع b small producing a small b small دي الجامت التاني. apparent ده apparent التاني producing two gametes. اوكي تعالوا بقى نعمل crossing للجامت to produce ال first generation. هاخد اول جامت لاول parent مع ال second مع الاول جامت للparent التاني. اوكي first gamete of first parent مع first gamete the second parent producing a capital a small b capital b small ده اول احتمال للجينيريشن. الاحتمال الثاني هاخد اول جامت مع الجامت الثانيه للبيرنت الثاني a capital a small b small b small ده الجينوتايب او الاحتمال الثاني للأوفسبرينج. هجرب اخد السكند جامت الجامت الثانيه للاول جامت للبيرنت الثاني، اكيد بالطريقه دي بعمل كروسنج producing a small p capital p small ده احتمال او الجينوتايب الثالث للأوفسبرينج.
آخر احتمال A small B small مع A small B small parent التاني producing A small A small B small B small. اتفقنا؟ يعني أنا هشوف كده ال two members دول لما meeting أو حصل crossing between them producing four different members أو producing ال offspring. ده ال offspring اللي produced من crossing ال two members. كده أنا جبت الجينوتايب. تعالوا نطلع الفينوتايب. يعني الجينوتايب ده شكله إيه؟ الجينوتايب ده pink لأنك شايف dominant gene in each pair. الجينوتايب ده white لأنك شايف one dominant gene في pair واحد و pair التاني free from dominant genes. الجينوتايب ده white لأن عندك pair free from dominant genes, مفيش dominant gene هنا. طبعا الممبر ده او الجينوتايب ده وايت لان ما عندكش ولا دوميننت جينز هنا. اوكي يبقى انا كتبت الفينوتايب والجينوتايبس اللي برديوسد فروم ميتينج التو ممبرز دول.